صباح الخير يا حود. بالراحه على الارض عشان مش بتاعتنا. ماشي. هي الوان الشركه دي بقيانه ليه كده؟ تحس ان هي غرفه نوم اطفال او بتاعه ملاهي. يا رب اللي في التالت بقى خست ازاي البنت دي؟ وادي محمود شده. لا لا انا سمعت قصه ثانيه خالص. امال ايه؟ بيقول لك مصاحب عيل دكتور اسمه مشيل واخد قاعده دور ارض عندها في المنطقه. شغال بقى في البرشام اللي هو الايه المضروب والعمليات الاوانطه وبتاع وكده. بس ضحي ب 20 كيلو قصاد ان انا ضحي بسمعتي. يا عم دي اصلا سمعتها زباله اصلا. البت بسمله بقى اللي قاعده فوق في الارشيف عامله مجال ومجمعه الموظفين وبتقول لهم ايه سبب نضاره وشي وبيضانه وحلاوته دي؟ ان انا باخد عسل الصبح معلقه وباخد طبق سلطه على الغدا. بس ده كده ده فول روبوتكس ده صح؟ اكيد يا ابني على طول كده. البت اصلا سمنه وما برتحلهاش. هي من جوه سودا ومن بره بيضا. مالناش المعلومه بقى اللي فرجت عليها وما استنيتش تجي لي وانا قاعد على المكتب. ايه؟ ان البت ساندي ماشيه مع مين بقى؟ رايحين شله وجايين شله. مع مين؟ مع ابن المدير ابن هلالي. يا شيخ لا دي البت سميره هي اللي كانت ماشيه معايا. سميره ده كان في الاول بس سابها عشان خالها بتاع بطاريات. قال لك انا اسيب ليه بتاع بطاريات؟ ما هو البت برده ساندي ابوها فلوس على قلبه قد كده. بس مالناش فيه بقى. مالناش دعوه يا اخويا احنا. جات لي معلومه امبارح بقى في مكالمه تليفون 4 ساعات بس مش هقول لك مين عشان الكلام ما يتنطور شويه. ماشي. ان الواد مدحت بتاع البوفيه كان مسيحي واسلم. يا شيخ خالي كان عارف واحده عراقيه وعزمته في مره على الاكل وعملت له طبق شوربه بلسانه عصفور فحطيت له فيها زي عمل هو كان جعان من تعرفه طفص بام 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 العمل نزل تحت البطن هنا. فمن ساعتها بقى لك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله بتاع بطنه. بس ما قلناش فيه مدحت لنفسه. مدحت لنفسه. لا بس انت بهتانه وايدك بترعش انت ما بتاكليش ولا ايه؟ والله يا محمود بقالي يومين ما نمتش كده. خاطر الجواز مش هيفوق. مفيش هيفوتك ده هيدوسك كده. طب انت عارف ان طب كل الواد معتمد جايب بيتزا سجق لو كده يديك حته. مش عايزه. ده حلم سيدي تقول حلم منيل ب 60 خير اللهم اجعل احكي لي تعبانين امبارح تعبانين محمود قد كده اهو عمال يلف حواليا يلف حواليا. كملي مش انا بفسر لك احلامك. حنين وقالين بدول بتوع تحت بتوع الدور الارضي بتوع الخزن. طب التعبان الاولاني ده لسانه كان عامل ازاي في الحلم؟ كان طويل بخخ. ده حنين ملسانها طويل قد كده 6 متر والتاني شبهها شويه. شبهها بالظبط. التعبان الاولاني شبه الين الين التوأم اختها. ما دول مش حلنك. ده كفايه تواضعك هنا وجمدان انت كل يوم بتشيرت. والله العظيم سلوك ونفسيات الموظفين هنا حاجه ايه ده مش 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 سواد. ده بلوك مجاري وبلعات. الاهالي ما كانتش فاضيه 3 دقايق تربي. لا خالص مطلعين علينا جيل طفح قاطعين على بعض. يشوف ده حدود الدويه وبصوا له ايه ده ايه ده حاجه وحشه جدا. بقول لك ايه عارف الواد بتاع الاتش ار خيري؟ خيري ده ليه قصه. انا سمعت ان امه حامل عندها بتاع 45 سنه وجايبه له عيل. ايه يا جدعان ربنا يديله الحق. بقول لك ايه انت عارف ان هو ماشي مع بنت معاها حسابات؟ ماشي معاها وهي متجوزه؟ ما دي نجاسه هما فاكرين نفسهم في نيوزيلندا. ما هو ده اللي موقع ايقاع الشركه النجاسه دي. يا ابني ده كل يوم عربيه تيجي شكل تاخدها يمكن اوبر ولا حاجه. يا واد بتركب قدام. اتاكدت انت؟ اتاكدت طبعا. عيب عليك. الحمد لله يا رب على النفوس. بقول لك ايه دع الخلق للخلق. احنا مالناش احنا مالناش فيه. عايز اطلع لنجلاء تقبرني اول نفر في الجمعيه. امبارح بقول لها مدام نجلاء عايز اقبض الاول تقولي مدام انا انسه 55 سنه وانسه. ثواني بس انت عايز تقبض الجمعيه ليه في الاول؟ انت مش على طول بتقبضها الاول ما بتدفعش الباقي؟ انا جايب جاز الجاز اليومين دول. هو انت على طول جايب جاز؟ دي بطنك دي ولا عامل بحر؟ وده شعرك وكان ابوك كان بياخدك وانت صغير؟ يا بتاعت رأفت. ايه يا بتاعت